نعرفوا يعني ان السينما الامازيغيه كتبقى محدوده، يعني الافلام الامازيغيه ما كتفهمش في المغرب كامل، وبالتالي خاص يا اما يدار الدبلجه يا اما يكون واحد المواكبه للفيلم باش يتشرح، وبالتالي يعني كيبقى محدود في واحد المناطق معينه. هذا من المشاكل المطروحه، ولكن يمكن تجاوزها لان دابا كاين دبلجه، كاين سوتيتراج يعني الترجمه اللي كتكون من تحت الصوره. حتى في المسرح وقع هذا المشكل، هذا ان كاين دعم ديال المسرحيات الامازيغيه وخاص المغاربه كلهم يشوفوها. الفنان الامازيغي مبدع سواء في المسرح او السينما او الكوميديا، الدراما والاغاني، في الغناء، في الطرب، في الطرب الشعبي، ذاك الرويس، الادب الشعبي، هادشي خصو يوصل للمغاربه كاملين وخصو يوصل للعالم. الفيلم الامازيغي اللي بدا يعني التجربه ديالو واللي بدا المسار ديالو كهوايه عند بعض المنتجين اللي ما لقاوش في التسعينات، يعني شافوا بان كاين واحد الخصاص بالنسبه للفيلم، بالنسبه يعني لا ديفيزيون ديال لو فيلم امازيغ في التلفازه، يعني في التلفازه سواء في التلفازه المغربيه، قالوا خاص يعني خاص نديروا بمجهودات خاصه وبامكانيات ذاتيه يديروا فيلم امازيغ اللي يقدر يوصل الساكنه ولا المواطن المغربي الناطق بالامازيغ. وبالفعل بداوا بامكانيات بسيطه، بداوا بامكانيات جد محدوده، وصلوا الفيلم للديور، داخل الديور يعني وسط العائلات، ولقى نجاح كبير، لقى نجاح كبير بزاف. ولكن في هذا الفيلم هذا في ديك المده كان كتنقصوا يعني الجوده، كان نقصوا بزاف الحوايج. علاش؟ لان ما كانش الدعم. هو واقع السينما الامازيغيه سواء في شقها لا فيكسيون او الاعمال التوثيقيه مرتبط في الحقيقه بواقع الشان الثقافي بشكل عام. اليوم مازال الفاعل السياسي وحتى الصوره اللي كاينه عن جزء كبير من المجتمع المغربي للاسف ما خرجتش من الصوره النمطيه للمغرب، بمعنى لا تنظر الى البلد كبلد متعدد على المستوى اللغوي، على المستوى الاثني، على المستوى الانثروبولوجي الى اخره. فداك الشيء علاش حنا مازال ضحيه الاختزال ديال الصوره التي رسمتها الدوله للمغرب، بمعنى ماشي المغرب المتعدد ولكن المغرب الواحد بموسيقى واحده، بلغه واحده، بلباس واحد، وخارج اللباس وخارج اللغه وخارج الظهور الرسمي فهذا ماشي مغرب. وللاسف الشديد من اكبر الضحايا هو الثقافة الأمازيغية، وبالتالي كل تمظهراتها بما فيه الشق السينمائي. ثم كاين مشكل اخر هو اختزال جغرافي الأمازيغية، بمعنى الا بغينا نديروا مهرجان على السينما الأمازيغية فنحن بالضرورة خصنا نديروه في أكادير. الفيلم الأمازيغي باقي تيتخبط، يعني باقي كيحبوا كي تيقولوا، يعني باقي تعيش مشاكل، تعيش نقص ديال الدعم. كان الفيلم الامازيغي ملي كان الفيديو الفي ار اس والسي دي والدي في دي، كانوا شركات منتجين كينتجوا من جيوبهم، يعني كيديروا الفلوس من جيوبهم وكينتجوا افلام. كانت يعني ديك الانطلاقه كانت مزيانه، كانت بينات وعطات شي حاجه للفيلم الامازيغي، ولكن بعد ما جاء البيراتاج وجاء ويعني اش غنقول تهرس الفيلم الامازيغي. المشكل السينما الامازيغ مازال ما عندوش هذا الدور اللي دوا ميريتي نورمالمون. لو بروبليم سي كو لي peut-être qu'on a encore un problème à universaliser les thématiques amazighes. Ce qui est important, je pense qu'on l'a vu, Tineret de Jérusalem, c'est un film, mais c'est pas un film amazigh. Tayreno, c'est pas un film amazigh, c'est un film. Ana ok, ana mukhrij khlaqt f Tineret, ich f France, ana amazighi évidemment, mais surtout maghribi aussi. Et je m'inspire les thématiques amazigh, mais dima
si on veut que le cinéma ibraï khorjou ماشي غير الناس ديال الامازيغ يشوفوا هذا الفيلم et aussi les autres populations les متهضروش بالامازيغيه il faut trouver toujours واحد la thématique quelque chose qui universel.